الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا بتوفيق الله التعليق على حكم ابن عطاء الله رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين ومشايخه آمين. وكانت الحكمة الأولى من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، والحكمة الثانية إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية، علقنا عليها بما فيه الكفاية، احنا بنقراها. والحكمة الثالثة سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر، وعلقنا عليها أيضا في درس منفصل تماما هذه الحكمة. والحكمة الرابعة أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك، أيضا علقنا عليها. والسادسة أو الخامسة اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، علقنا عليها أيضا. دي مراجعة كده زي ما تقول إيه، حصة مراجعة. والحكمة السادسة لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. كتير من الناس تدعي ويقول لك ربنا ما استجابش، بقالي 20 سنة بدعي ولا في فايدة. يقرا الحكمة دي يفهم تعامل الله مع الخلق ازاي. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، أي ليأسك من الإجابة، فهو سبحانه قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. واضح؟ الحمد لله ما شاء الله. والحكمة التي شرحناها بالأمس لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. تكلمنا عليها امبارح بساعة إلا ربع. نيجي بقى الموضوع النهارده، حكمة اليوم. حكمة اليوم مهمة أوي، خد بالك منها. يقول، ودي كلنا احنا ايه واقعين في كل الحكم دي على فكرة، كل الحكم اللي فاتت دي على راسنا 100 بطحة، مش بطحة واحدة، على راس كل واحد فينا 100 بطحة وياخد باله منها. إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف عليك. يا سلام. ما احنا هنشرح، احنا بنقراها الأول. أنا كنت الأول بقول مقدمة طويلة بشرح فيها الحكمة قبل ما ايه ما تيجي، وبعدين في الاخر اروح قايل الحكمه في الاخر. في ناس اعترضوا قالوا لا اقرا لنا الحكمه الاول ما تقولناش مقدمه، فاحنا احترنا مع الزباين. احنا هنقول الحكمه في الاول ونعلق عليها، واحنا هنشرح ان شاء الله باذن ربنا يعيننا، وهتلاقي نفسك عايش فيها. انت هتلاقي نفسك عايش فيها بقالك سنين طويله وانت مش واخد بالك. إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عمله، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف عليك. أنا عندي عليك، معك كتابك؟ وريني أراجعها في كتابك، لأن حاسس إن في حاجة ناقصة.
إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم، هي دي بقى ناقصة عندي في الكتاب، عايزين بقى ننقلها نصلحها لنا. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه مما هو يريده عليك. هنشرحها دلوقتي، نشرحها ده سهل. الله سبحانه وتعالى خلقك وأراد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلالية قهرية وله صفات جمالية، فيتعرف عليك بالجلال والجمال في آن واحد سبحانه. لا صفة تعطل صفة ولا صفة تمنع حدوث صفة. فالتعرفات الجمالية هي كل ما تهواه النفس وترتاح له، كلها تعرفات جمالية من الله. إن الإنسان يجد نفسه مستريح البال، عنده بسط في صدره وانشراح، عنده عافية في بدنه، عنده سعة في رزقه، عنده توفيق في عمله، كل هذه الأشياء تعرفات من الله، وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنها تعرفات جاية من جهة الجمال لا من جهة الجلال. في أثناء هذه التعرفات الجلالية الجمالية يأتيك أشياء شديدة على النفس، كالمرض، كضيق الرزق، كفقدان الأحباب، فقدان العافية بأشياء كثيرة، أشياء تخوفك في نفسك، ظلم يقع عليك، فدي كلها تعرفات أيضا من الله لا من الخلق، وإن حدثت أمامك بالعين من الخلق لكن الفاعل الحقيقي هو الله. فهذه تعرفات جلالية. فالتعرفات الجلالية هي الأمور التي تخالف النفس ولا تهواها النفس. فالقبض جلالي والبسط جمالي، الضر جلالي والنفع جمالي، القهر جلالي والود الودود جمالي. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك بكل صفاته حتى لا تجهله في شيء، فأنت تعيش تتقلب بين الجمال والجلال في كل لحظة منذ أن أذن الله لك بالوجود إلى أن تلقى الله. فأحيانا يغرقك الله في الجمال فتستريح، فتبدأ في الأعمال التي تهديها إلى الله، وهي أعمال الطاعات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجتهد في الطاعة إلا إذا اطمأن باله واستراح فكره وصح بدنه، يوم ساعتها يبدأ يجتهد في الطاعات، فيبدأ يهدي الأعمال إلى الله، يعمل بقى الأعمال الصالحة إلى الله. فالأعمال أنت تهديها إليه، فهمت المعنى؟ الأعمال الصالحة أنت بتجعلها هدية منك إلى الله في مقابل إحسانه وإنعامه. أحيانا تريد أنت العمل الذي تهديه إلى الله فيتعرف عليك بالجلال فيمنعك العمل فتضجر. عايز أنت مثلا تصلي التراويح كل يوم في الجامع اللي بيصلوا فيه 20 ركعة كلها، يوم يجي لك داء في ركبك مش عارف تقف مسكين، تقوم يا دوب تصلي ركعتين وتخرج تنفخ وتقول الإمام ده بيطول قوي، لكن أنت نفسك تكمل، لكن في ألم بيحدث ليك إما في نفسك أو في بدنك يمنعك من أنك أنت تستمر في العمل. والألم ده جالك منين؟ من الله جلالي. فإذا قبلت ما أورده الله عليك بالانبساط والرضا ارتقيت أسرع من أنك أنت تستمر في أعمالك دون أن يتعرف عليك بالجلال. فالترقي مع الجلال أسرع من الترقي مع الجمال. يعني ربك سبحانه وتعالى أحيان كثيرة يكون الإنسان عمله ضعيف لكن مقامه عند الله كبير، فالله سبحانه وتعالى يوصله لمقامه العالي إنه يبتليه بمرض، يصبر على المرض ده سنوات، يبتليه بفقدان الأحبة، يبتليه مثلا ببعض الخسارة المالية الفادحة في حياته، كل ما يجي يعمل مشروع يخسر ويرجع يحاول تاني ويخسر، كل ما يجي يعمل حاجة يتجوز مراته تموت وتسيب له
عشر عيال يقعد ايه محتاس فيهم ويربي فيهم ويدور على واحدة تحافظ له على بيته. كل دي جلال، كل دي مشاغل، كل دي تعرفات من الله على العبد. احيانا يأتيك التعرف من الله بشيء باطني محض لا يراه الناس، تلاقي نفسك مقبوض من غير سبب، اللي هو يروح للدكتور النفسي يقول انا عندي اكتئاب، عندي اكتئاب يا دكتور. ليه؟ لوحدي كده مش طايق اشوف حد، وقاعد كده يكبس عليا العياط من غير سبب، ولا طايق اقرا جورنال ولا افتح باب ولا ارد على تليفون، وقاعد كده اهو. يبقى تعرف عليك باسمه القابض، فده تعرف جلال. واحيانا الواحد يجي له انشكاح كده زايد عن اللزوم، انبساط كده، يقول لك انا النهارده مبسوط مش عارف ليه، يبقى تعرف عليك بالباسط. فاذا تعرف بالباسط وهو جمال يكون معه بعض الرعونه من النفس. وعشان كده العلماء اللي عارفين الله كانوا يخافوا من البسط ويحبوا القبض، لان القبض فيه ادب، القبض بيبقى ادب غصب عنك، مالكش نفس لا تتريق على حد ولا تتكلم كتير، واللي يتكلم كتير يغلط. المبسوط ده يقعد يتكلم كتير بقى وشغال لسانه وشغال، فيقوم يغلط كتير. عشان كده العارفين بالله كانوا يخافوا من البسط، اذا خيروا كان يختاروا القبض، ويعتبر ان القبض ده من الله رفع درجات. ليه؟ لان ما يأتيك من الله هو الاشياء التي يوردها عليك ليتعرف عليك، ليتعرف اليك. وانت الاعمال الصالحة انت اللي بتوردها اليك، فرق كبير من الذي تورده الى الله وهو معلول ومدخول وناقص وعمل ضعيف، وبين ما يورده عليك ليتعرف اليك. فرق من انك انت تذهب اليه تطرق بابه، وفرق ان يأتيك ويطرق بابك. فهمت الفرق؟ نقرأ الايه الحكمة تاني. اذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها ان قل عملك. كنت بتصلي الصلوات الخمس في جماعة، مشيت في الشارع حادثة كسر، قعدت في البيت شهرين، منعت من حضور الجامع ومنعت من حضور الاعمال الصالحة اللي كنت بتعملها ومن قضاء حوائج الناس، منعت اهو قهر حبس بأمر من الله كده. يبقى ده تعرف من الله، تعرف ان دي جاي لك ترقية مع الله، ترقية سريعة عاجلة. لو قبلتها بالرضا هتبص تلاقي نفسك تترقى ترقية كبيرة. فالتعرفات الجلالية من الله على ثلاث اقسام. نوع طرد، وده خاص بالكفار، فكل التعرفات الجلالية على الكفار والفجرة كلها تعرفات طرد، ربنا يريد ان يطردهم من رحمته فيقلقهم في الدنيا قبل ان يلقوه في الاخرة. فيبقى ده تعرف جلالي الغرض منه الطرد. وفي تعرفات جلالية بقى لأمة المسلمين للموحدين، دي نوعين، نوع تأديب وتنبيه ونوع ترقية. التأديب والتنبيه لمسيء الأدب، واحد قليل الأدب مع الله يروح ربنا يديله بالأف على أفاه، زي ما المدرس يضرب التلميذ الشقي، هو بيضربه مش بينتقم منه. انت عمرك وانت مدرس تضرب تلميذ شقي تقصد تنتقم منه؟ ابدا، ده انت عايزه يبقى احسن واحد في الفصل، ده انت عايزه يبقى من الاوائل. كذلك لما واحد يسيء الادب مع الله يروح ربك سبحانه وتعالى يديله بايه؟ بيد القدر الم جلالي، تاديب وتهذيب وتنبيه، بيقول له فوق وتنبه والزم الادب. فإذا فهم الألم الجلالي ده بهذا المعنى صار مترقيا، لأنه هيدفعه للتوبة والتقوى والاستقامة على طول. لأن احنا قلنا أعمال الشريعة هي أعمال الجوارح بإصلاحها بالأوامر والنواهي، وتعتمد على ثلاث حاجات: التقوى، التوبة، والتقوى والاستقامة. فتملي الواحد أول ما يحصل له تعرف جلالي، يقع في أزمة، أول حاجة يعملها إيه؟ يلجأ بقى إلى الله. بعد ما كان بينام طول الليل ما يصحاش حتى يصلي الفجر، يجيله القلق، لان التعرف الجلالي قلق. ابنه عيان هيعمل عملية، ابوه في ضائقة شديدة، امه مش عارف ايه، اخته ايه، هو نفسه في ايه، يقوم يعمل ايه؟ يقلق. بعد ما كان بينام مستريح كل ما يقلق يا رب يذكر رب، وبعدين يلاقي نفسه النوم مش جاي له، يروح قايم متوضي ومصلي،
يلاقي نفسه خلص صلاة ولسه بدري على الفجر يروح نازل رايح الجامع يقعد فيه شوية ويجيب المصحف. بعد ما كنت نايم قبل التعرف ده في العسل نوم وتسهر على التلفزيون تضيع وقتك، بقيت لا طايق تتفرج على تلفزيون ولا طايق تسمع مزيكا ولا عايز تقعد مع شلة الأنس والفرفشة ولا عايز حاجة خالص، عايز ترجع لربك. يبقى ربك ادالك الألم ده علشان يقول لك ايه؟ تعالى. يبقى التعرف الجلالي الغرض منه تعالى لقليل الأدب، وارتفع للمؤدب. وعشان كده أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وعشان كده العلماء العارفين بالله كان لما يجيله التعرف الجلالي يعتبره ليلة القدر، لأن هي دي الترقية. أنت في الدنيا لما بتترقى مش بتزيد مسؤولياتك؟ طب أنت لو جاء مثلا الوزارة شكلت الوزارة الجديدة وقالوا لك تعالى أنت هتبقى الوزير، كنت هتبقى فاضي تصلي معانا؟ مشاغلك هتكتر، ده أنت هيبقى عندك اجتماعات وشغل كتير. فأي ترقية يبقى معاها إيه؟ مسؤوليات كبيرة. فهمت المسألة؟ فربك يتعرف عليك بالجلال تكسر مسؤوليات يوم يرقيك، يبقى بيصحب الجلال الترقية. إذا كنت من أهل الصلاح أو التنبيه والتأديب، إن كنت من أهل التقصير أو الطرد واللعن إن كان من الكفار، ودول مش تبعنا. نقرأ تاني المسألة، وإزاي أنت تتقبل تعرفات الله الجلالية بصدر رحب؟ إنك أنت تقابلها بعكسها، تعرف عليك بصفة العزيز تنكسر وتذل. مش ربنا يتعرف عليك بصفة العزيز تعاند وتبقى انت كمان عزيز، هيكسرك اكتر. فهمت؟ تعرف عليك بالعزة فتعرف عليه بالذل والتواضع والانكسار، تعرف عليك بالقبض تعرف عليه بالبسط. وعلشان كده قالوا ان الحقيقة هي حاجة واحدة بس، شربتها حنظل تلاقيها حنظل، شربتها عسل تلاقيها عسل، حسب ما انت بتدوق الايه الاقدار. فالقدر اللي جاي لك الجلالي لما تعرف ان هو ترقية او تنبيه وفهمت الاشارة صارت ايه؟ احلى من العسل في قلبك. لكن لو ما عرفتش التنبيه يصير الجلال في طعمه في فمك زي الايه العلغم المر. وعشان كده لما تعرف تقرأ الحكاية دي تعرف ان كل ما رتبته من اعمال صالحة فجاءت الاقدار منعتك من فعلها لا تحزن. يجي واحد مثلا كتير مثلا كانت بتحصل لي الحكاية دي، مثلا ابقى قاعد بقى ايه النهاردة الحمد لله يوم اجازة وحلو يوم خميس ما عنديش عيادة وخلصت شغلي هروح اعمل سهرة النهاردة مع الله ورتب بقى ايه الحاجات اللي انا ناوي اعملها، ابص الاقي تليفون يجي لي يا دوب هقوم اتوضى، تليفون يجي لي من المصحف انزل اقضيها للفجر في وسط الدم والصديد والمكسورين والمربطين. يبقى ده تعرف جالي من الله، خدني من العمل مع الله الى تعرف من الله منعني. فما اروحش بقى متنرفز وما انزلش اقول اوف ده انا كنت هعمل واعمل واعمل واسوي، ايه القرف اللي جالي ده، ما تنادوا حد غير. فالحاجه اللي تجيلك من الله تاخدها بنفس راضية وتبقى مطمئن ومستريح وتقول يا سلام مرحب، لان العمل اللي كنت هتعمله هتعمله عمل ضعيف، لكن العمل اللي ربنا اقامك فيه عمل قوي ضامن ان هو يقبله منك لان هو اللي جابه لك. ففي فرق بين الحاجة اللي يجيبها لك والحاجة اللي تهديها لك. فهمت المسألة؟ فرق كبير. تبقى انت ناوي اتوضيت ونازل هتصلي الجمعة، تبص تلاقي عيل من عيالك اتشنكل وقع اتبطح الواد جاب دم، يا دي المصيبة هيضيع عليا الجمعة الواد المصيبة الشيطان ده، وتنزل الواد مضروب وانت تضربه، الواد متعور وانت بتضرب فيه، ما تضربوش ولا حاجة خلاص الجمعة صليها ظهر. واعرف ان ده تعرف جلالي من الله، احمد ربك، خد الواد في حضنك ووديه المستشفى واطمئن عليه وصليها ظهر، ودي من الله. وتبقى ماشي مستريح مش بتجري بالعربية مجنون عايز تلحق المستشفى عشان تلحق الجمعة عشان تعمل حادثة وتموت انت وهو في ده، ما ينفعش ما ينفعش. تبقى انت مش مؤدب مع الله، لازم تمشي مع القدر محترم، تمشي مع الاقدار راضي مستريح مستبشر مطمئن، فيش مشكلة. ربنا بعت لك واحد، بعت لك اب بخيل، خلاص ارضى بقدرك وبره واصبر عليه وما يجراش حاجة واحمد ربك ما يجراش حاجة. يمكن لو بعتولك هو بخيل هيوسع ليك انت في رزقك،
وممكن الرزق ده يبقى رزق اخروي مش رزق دنيوي، مش شرط يبقى دنيوي. فلما يجيب لك اب بخيل ولا اب مثلا صعب في معاملته، ده تعرف جلال. انت ما اخترتش ابوك ولا اخترت اسرتك ولا اخترت اولادك. يرزق انسان مثلا بابن فيه مرض مسكين مزمن رايح جاي من يوم ما اتولد على الدكاتره، ويعملوا في عمليات، وعمليه محتاجه مرحله تانيه والتانيه عايزه ثالثه، وشغال من يوم ما الواد اتولد وهو ايه كل فلوس تجيله مسكين على الواد ده ولا على العيل ده، يبقى مبسوط ويستريح ويطمئن وما يندمش ويقول ده مراتي دي ادمها وحش اتجوزتها جابت الواد المصيبه. هي ما جابتش حاجه، ده اللي جاب الله وجابه لك علشان يختبرك، وعلشان بيختبرك ليريد ان يرحمك، يريد ان يتعرف عليك. ثم سيدنا رسول الله اولاده ماتوا في حجر ودفنهم صلى الله عليه وسلم، هو انت هتبقى افضل من رسول الله؟ وكان يقول العين تحزن، العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي الله صلى الله عليه وسلم. زوجتي ماتت في عز ازمته مع قريش، وبعدها بشهور عمه في عز ازمته مع قريش، ولم يجعله هذا يلتفت ابدا ولا يحزن ولا ينقبض. ان لم يكن عليك غضب فلا ابالي، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن رحمتك اوسع لي. فده ادب النبوه، كان ياخذ التعرف الجلالي بالانبساط صلى الله عليه وسلم. هي دي احوال الصالحين تتعلمها، هي دي سيره النبي. سيرة النبي مش نقعد نقول غزوة بدر كان عددهم 313 وعدد الكفار كانوا قرب الألف وكان الفارس كذا والراكب كذا، مش هي المسألة. المسألة تعرف السلوك اللي بيه ازاي توصل إلى الله، مش المسألة تقعد تعرف سيرة النبي كأحداث فقط، لكن تاخد منها العظة وكيف كان صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحكمة تاني، فهمت؟ ممكن يبعت لك رئيسك في العمل غلس وظالم ومتعب، خلاص اصبر عليه يا اخي، اصبر عليه. وبعدين انت ما تفتكرش، شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على حكامكم. يعني يبعت لك حاكم او رئيس ظالم، فما تشغلش نفسك. ادي سيرة النبي واسلوب النبي في مواجهة مثل هذه التعرفات الجلالية. ما تشغلش بقى نفسك تقعد ايه اللهم هده، وهو راجل مسلم ظالم عاصي لكنه مش كافر، ما تدعيش على مسلم. فهمت ازاي؟ لازم تستحمله، ده مش كافر، ظلمك صحيح انا معاك لكن ما تدعيش عليه. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك واحد ظالم، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يكون اقوى منك، يقوم يقول لك ايه، لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على حكامكم، فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابعي اقلبها كيف اشاء، ان اطعتموني قلبتها عليكم بالشفقة والعدل، وإن عصيتموني قلبتها عليكم بالظلم والبطش. يبقى الحاكم هيتصرف معاك باللي جوه قلبك. لو قلبك نظيف، ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تبص تلاقي يبقى ظالم على كلهم إلا أنت، يخاف منك كده. بيحبك كده حب ما تعرفش سببه إيه، أو يحترمك. او يخاف منك يقول لك ده راجل احسن يدعي عليا ولا حاجه، ده طول النهار قاعد بيصلي ولا بيعمل، فابعدوا عنه ده. فممكن ربنا يكفيك همه لو شاف فيك صلاح، لكن ما تدعيش على المسلمين خالص. فهمت ازاي؟ نقرا بقى الحكمه تاني ولو في. اتفضل. اي اتفضل. قهري قهري يعني. قهري. طبعا. تمام. 100%. ده مش كده بس، بيكتب له اللي عمله في المسجد. ايوه. يبقى ما يتجارش، ما يتجارش. صح كده. صح كده. ما عشان كده التعرف الجلالي فيه رحمة كبيرة. عملك مستمر اللي كنت ناوي تعمله، بالإضافة للتعرف الجلالي اللي فيه الترقية. عشان كده العلماء اللي عارفين الله كان يحب التعرف الجلالي. ليه؟ لأن لو منعت قهرا بيكتب لك ما كنت تفعله في حال صحتك وإقامتك. بالظبط، بيكتب لك إيه؟ مقبول. يمكن لو أنت في حال العافية بيكتب لك إنك ما تعرفش مقبول ولا مش مقبول. لكن لو أنت من عادتك تصلي التراويح كلها والجماعة كلها في المسجد فمنعت بسبب مرض، ربنا يكتب لك وأنت ممنوع قاعد في المستشفى،
نسأل الله السلامة ليكم كلكم يعني، لكن دي أشياء مقدرة في العباد كلنا معرضين ليها. فالمريض المحبوس ده في سريره بيكتب له اللي كان بيعمله هو ايه وهو في حال عافيته. طب هو في حال عافيته كان بيقعد على القهوة، ما يكتبلوش اللي كان بيقعده على القهوة، ما يكتبلوش السيئة، شوف رحمة ربك، لكن يكتب له الحاجات الصالحة اللي كان بيعملها، لكن ما يكتبلوش ان كان بيقعد مع شلة الأنس يشرب جوزة وشيشة ويلعب طاولة، ما يكتبلوش دي. يبقى هو ما يكتبلهاش انه كان هيعملها، شوف رحمته، مع انه ربك يعلم انه لو كان سايبه كان هيعملها، لانه اوانطلي هو عارفه سبحانه، لكن ربك سبحانه وتعالى يديله الحسنة وما يكتبش السيئة. وعشان كده سبحانه وتعالى تلاقي رحمتي سبقت غضب. فلما تتعامل مع الله تبقى انت مستريح ومطمئن وماشي كده في الدنيا مستريح، اي تعرف جلالي يجي لك خير وبركة، ما جاش اديك انت ايه بتتدلع في التعرفات الجمالية ومبسوط فيها. لكن ما تبقاش في الجلال تتمنى الجمال، ولا وانت في الجمال تتمنى الجلال لكمال الرضا، هي دي المسألة. او ماله ما فيه، ما هي كده واضح، ما احنا قلنا بيبقى تنبيه في تعرفات جلالية الهدف منها التنبيه وايه التنبيه وغفران الذنوب، يبقى بما كسبت ايديه ربنا بيرتعت له تعرف جلالي علشان يغفر له ذنوب يكفر سيئات، ان لقى ذنوب وسيئات ما لقاش يبقى ترقيه. انت ازاي في المسألة كده؟ نقرأ تاني ايه الحكمة. إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، ما يهمكش بقى، ما تزعلش. أصل الحكاية دي بتلاقيها مع كل الناس، تروح تزور واحد مريض ولا مكسور بتاع يعيط ويقول داخل عليا رمضان وأنا في الكبس ده، أنا كنت بعمل بسوي الأواجب، كنت بصلي وبعمل وزعلان ومتحسر، مسكين ما هو مش فاهم إن الله سبحانه وتعالى بيكتب له الخير كله وهو برضه كده، والزيادة عليه انه بيرقيه بصبره على ما اصابه، فهو في رحمة كبيرة. كان حقه بقى ساعتها لو فاهم عن الله تيجي تزوره تلاقيه منشرح مش مقبوض وبيضحك ما بيعيطش، يعني لو فاهم عن الله. وعلشان كده اللي فاهم عن الله تلاقيه سعيد على طول، لا عنده ذبحة ولا ارتفاع في الضغط ولا مسكين نقلوا العناية المركزة عشان ما استحملش الخبر ولا الحاجات ايه اللي بتحصل مع الناس دي اللي هي مش فاهمة أعمال الله وأفعال الله في عباده. إنما الإنسان اللي فاهم أفعال الله مع العباد بص لا يتلقى الخبر كده، إذا كان خبر قهري يتلقى بكل الود والحب، يوم يجي على قلبه برد وسلام. عشان كده تتعرف على الله بإيه؟ بعكس الصفة، إن جاء بالقبض اقبلها بالبسط، إن جاء بالضر اعرف إن في بطنه النفع، لأنه الضر النفع في أن واحد، لا الضر يمنع نفعه ولا النفع يمنع ضره، فإن كان في الظاهر ضر فاعلم أن في الباطن نفع، وإن كان في الظاهر نفع ممكن يبقى في الباطن ضر. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اعتبر حتى الخير ممكن يبقى فتنة. فالواحد يبقى فاهم، مش ماشي طول النهار يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، لا ده ماشي طول النهار بيلهج بالحمد والثناء على الله وفي كمال الرضا مع الله، يبقى ولي. ده لو بالطريقة دي بقى ولي ماشي من الأولية، إنما طول ما هو مش بالطريقة دي بقى إيه؟ بقى مسلم عادي من المسلمين العوام العاديين. لكن الخواص حاجة تانية، عايز أنت ترتقي وتبقى من الخواص مع الله افهم عن الله وامشي مع الله على ما يريد تستريح. إذا فتح، نقرأها تاني وركز معاه تلاقيها واضحة عشان نقوم نصلي. ما هي دي اقدار، ما هي التعرفات كلها الجلاليه دي اقدار، انت مش في ايدك، دي حاجه جات لك كده خبطت عليك انت ما جبتهاش لنفسك. طبعا اذا فتح لك وجهه من التعرف فلا تبالي معها ان قل عملك، فانه ما فتحها لك الا وهو يريد ان يتعرف اليك. الم تعلم ان التعرف هو مورده عليك والاعمال انت مهديها اليك، وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك. وأحكي لك أنا قصة كده أخيرة ونختم بيها. نعرف إحنا دكتور صيدلي مصري قعد في إنجلترا حوالي 25 سنة، أنا ما أعرفوش، صديقي قعد في إنجلترا حكى لي قصة، أنا ما أعرفش نفس الراجل. فبيقول لك الراجل ده ما كانش يركعها ولا يصلي خالص، مسلم
لا بيصلي ولا قاعد هناك شغال للنهار زي العالم الانجليزي دول، وعمل هناك فلوس كتيرة وانبسط، لكن ما يعرفش باب الجامع ولا يعرف صلوات ولا رمضان ولا صيام ولا حاجة. عايز زي بقية الناس كده ما عايشة يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، لكن هو من أمة النبي فما نقدرش نقول والنار مثوى له، يمكن ربنا يغفر له. المهم ربنا بعت له تعرف جلالي شديد هزه، ما أنجبش في حياته كلها إلا بنت، وبنته دي دخلت كلية الصيدلة هناك في إيه؟ في لندن. ولما وصلت للسنة النهائية وما أنجبش إلا هي، جالها مرض في بيسموه دي إس، يعني بيجي في الجهاز العصبي، يحصل تليفات في الجهاز العصبي المركزي، يقوم تعمل نوع من الشلل التدريجي في أجزاء مختلفة من الجسم، ولا علاج له. البنت ابتدت ايدها تنمل وبعدين تقف، ورجلها تنمل وتقف، والرجل الثانية تنمل وتقف الثانية، لما بقى شال الرباع واترمت في المستشفى، وابتدت عضلات التنفس تتشل، وابتدوا يحطوها على ايه، على جهاز فنتيليتور اللي هو التنفس الصناعي ده وانبوب، والبنت كل ما يمر عليها اسبوع اتنين بتسوق اكتر، لكن ما بتموتش. المشكلة لا عايزة تموت ولا هي بتتحسن. فالراجل اتهز هزة كبيرة، فجاله هاتف في نفسه، قال لما اروح انا اصلي الجمعة. راح يزور بنته، كان يوم جمعة في العناية المركزة هناك، بس الان اخد دهول خراطيم ايه واسلاك ايه والدنيا، وبتتغذى عن طريق الخرطوم وشغلانة طويلة. فلقى نفسه بيبص الساعة كده، قال ده صلاة الجمعة، اول مرة يفكر في حاجة اسمها صلاة من 25 سنة، من ساعة ما ساب مصر سافر لندن، كان في مصر بيصلي احيانا. اللي دفعه انه يفكر في ربنا ايه، بنته. يبقى التعرف الجلالي ده هو اللي هزه ولا ما هزوش؟ هزه كبير، لولا كان هيفضل كده ويموت ويروح النار. فربنا بعت له، فراح ايه طالع على ايه، على الجامع. اول مره يخش الجامع، فراح داخل متاثر وكل خياله في بنته ومنظرها وبتاع، والراجل ايه الخطيب بيقول ايه، ربنا قال ادعوني استجب لكم. راح واقف يقطع الخطيب في وسط الصلاه، انت يا عم الشيخ ايه النصب اللي بتقوله ده، ادعوني استجب، ما انا بقى ياما بقول يا رب ما استجبش، انتوا شويه نصابين. فالشيخ قال له يا سيدي ادعي ربنا عشان الجمعه تمشي، هيبوظ الجمعه، بيقطع الخطبه وعامل شوشره. فالراجل قال يا رب بنتي يا رب، وقعد بقى يعيط في الجامع، وجات له زي هلوسه وخدته بقى زي ما تقول الجلاله كده بالتاثر، وقعد يعيط ويدعي ويعيط ويدعي، والناس صلت وهو قاعد برضه في ركن لا صلى ولا عمل، بيعيط ويدعي لربنا. وبعدين ايه، ناس صحابه اللي هناك خدوه وقالوا له بصلي وبتاع وادعي، بس لقى البنت بعد اسبوع شالوا جهاز التنفس وابتدت تتنفس طبيعي، حبه حبه ابتدت تتحسن تدريجيا. كل دي باللجوء الى الله. صحيح ما رجعتش طبيعيه، دلوقتي بتتحرك بكرسي بعجل، لكن كانت الحركه دي بقى هزته هزه رجعته الرب. يبقى شفت التعرف الجلالي مفيد ازاي؟ كان من غير التعرف الجلالي ده كان هيوصل لربه؟ وكلنا كده ساعات ربنا يقلقك بحاجه، ترجع تفضل تقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وبعدين على ما تزول الحكايه دي تكون اعتدت قولك يا رب، فما تفطمش نفسك عن الله. كل ده بالتعرفات الجلاليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.